تمام يا فندم. الاستاذ اكرم خليه يدخل. حاضر اتفضل. يا سلام يا كرم الله، الحمد لله اللي لقيتك هنا يا دكتوره. انت مش مكسوف من نفسك انت ومراتك بعد اللي عملتوه فيا انا وابني؟ معلش انا اسف والله، سوء تفاهم وهحله والله يا باشا، سوء تفاهم وهيتحل. عرفت الدكتور حكيت لي على كل حاجه. انا بحكي له كل حاجه. ليه يا دكتوره؟ كنت خليتيها بينا وبين بعض. تشرب ايه يا استاذ اكرم؟ تشرب ايه؟ ملوش لزوم يا باشا. كلك واجب. لا لا، خد قهوه معايا. قهوتك ايه؟ ان كان ولا بد انا عايز اشرب نسكويك. ايه نسكويك يا عوض؟ ليه؟ تمام يا فندم. اتنين قهوة مظبوط يا عوض. حاضر يا فندم. تشربي حاجة يا دكتورة؟ لا أنا عايزة ولادي بس، أنا مش عايزة أي حاجة تانية في الدنيا غير ولادي يبقوا معايا وأنتوا تبقوا في ظهري. خلاص روح أنت. حاضر. ما تقلقيش يا دكتورة، إحنا جنبك. أهو ده اللي أنا خايفة منه، أنا ولادي الاتنين ضايعين مني. يا دكتورة أنت كنت جاية لنا بعيل واحد والتانية كانت ضايعة. خلاص يا جماعة اللي حصل. دلوقتي عايزين نعرف هنعمل إيه في اللي جاي. هنعمل إيه في اللي جاي؟ ممكن من فضلك تجيب لي شنطتي من البيت؟ يا دكتورة أنا تحت أمرك، حضرتك ترجعي البيت معززة مكرمة واللي أنت هتعوزيه هيكون. بيتك نحس، أنا مش داخلة بيتك ده تاني أبداً. الله يخرب بيتك يا فوقية. أنا عايزة الشنطة علشان فيها الباسبور والموبايل، وأعمل محضر. محضر ليه يا دكتورة؟ ما الطيب أحسن. محسن بيفهمك ان سوء تفاهم واكيد هنحلها. لا ده محضر علشان ندور على اولادها اللي تاهوا. محضر فقد. محضر فقد. استاذ اكرم. ايوه. هتلاقي شنطتها يا استاذ اكرم. حاضر يا بيه، وانا سارقها. ممكن بعد اذنك اعمل تليفون؟ اتفضل. الو. ايوه يا فوقيه. ايوه يا اكرم، عايز ايه؟ الدكتوره قدامها اهي وعايزه شنطتها. عايزه شنطتها؟ خلاص ماشي، خليها بقى تجيب البنطلون بتاع اللي هي لابساه. وانت عايزه البنطلون بتاعك؟ بنطلون اللي اخده منها يا فوقيه دلوقتي، عيب. ممكن بعد اذنك اكمل المكالمه بره؟ يا ريت. يا اكرم انا بكلمك، انا رد عليا، انت بتكلم مين؟ يا فوقيه بطلي الكلام اللي انت بتقوليه ده، عيب. معلش يا فوقيه، الله يخليك، انا عايز اخلص من الموضوع دوت. مساء الخير يا عبي. يا حبيبي انا اعمل ايه؟ يعني انا اسيب اوزو مع مين دلوقتي؟ يا ست سيبيه عند هناء، ده مشوار جنبنا فرك الكعب. طب يا اكرم ما تيجي تاخد لها انت الشنطه، انا لسه هلبس وانزل. معلش عشان تيجي برضه تضغطيها، اقصد يعني ترضيها. دي ست حالفه ان هي ما تخشش بيتنا تاني. حاضر يا اكرم، حاضر انا هاجي، بس مش عشان خاطرك انت، عشان مصر.